حديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبيرة في التسويق الإلكتروني سولان جراسي. أهلا وسهلا بك. صباح الخير عبير، يسعد صباحك. اليوم طبعا معنا موضوع جدا مهم عن انقطاع الفيسبوك، انقطع لمدة 12 ساعة، صحيح؟ نعم صحيح. أخبار كثيرة لها علاقة بالتكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي والاتجاهات الرقمية رح نحكي عنها اليوم بفقرتنا، ولكن خلينا نبدأ بالخبر الحدث اللي صار الأسبوع الماضي، وهو تعطل خدمات فيسبوك وكل الشركات التابعة لعائلة فيسبوك ومنها ماسنجر، انستغرام وواتساب إلى عطل دائم 12 ساعة، وهو يعتبر العطل الأطول نسبياً من حين ما تأسس فيسبوك بالعام 2004. وكانت أرجعت فيسبوك هذا العطل إلى إعدادات بالخادم تبعها أو السيرفر، ولكن توجهت باعتذار للمستخدمين وللمعلنين، وهون المفاجأة توجهت لهم باعتذار عبر منصتها على تويتر. فطلعت عبر تويتر وغردت أنه نحن على علم ودراية بأنه في كتير من المستخدمين عم بيعانوا من مشاكل بالتحميل للخدمات التابعة لنا، ولكن نحن عم نقوم بإصلاحها ومنوعدهم بأنه نرجع الخدمات بأسرع وقت ممكن. وهذا مسميه بعالم الميديا سوشيال ميديا كرايسيس مانجمنت أو إدارة الأزمات في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف كانت ردات فعل الناس؟ في كتير ناس، يعني كان في آراء يعني عم بتشجع هذا الموضوع، وفي آراء كانت مثل أحد المغردين قال إنه منعرف إنه فيسبوك عم بتواجه أزمة كتير كبيرة لما تطلع من منصتها عبر تويتر لا تعطي رأيها أو تعتذر من المستخدمين. صحيح. ولكن أنا عندي رأي مغاير ورأي مختلف، وبقول إنه الاعتراف بقوة المنافس ليس ضعف، وإنما فيسبوك استفادت من قوة تويتر. واللي ذكرت بالمرة الماضية أنه تويتر هو المنصة الأسرع. صحيح. بإيصال الأخبار، فكانت فيسبوك حابة توصل هذا الخبر بسرعة، فاستفادت من سرعة تويتر وكتبت هيدا التغريدة على صفحتهم، وبالإضافة جلبت النظر وأخذت الانتباه تبع يعني 1.3 مليون مستخدم لتويتر على منصاتها، يعني جذبت أنظارهم على صفحاتها الخاصة، يعني كانت الأشخاص عم بروحوا على فيسبوك وإنستغرام ويتصفحوا إذا الخدمة كانت رجعت أو بعدها معطلة. وهون كمان في يعني أنا بشجع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة الحجم small and medium enterprises إنه يكون في إلها تواجد على كافة المنصات. صحيح. ووسائل التواصل الاجتماعي، مش بس لتأمن يعني تأمن تواجد، وإنما لتتواصل مع الجمهور بكافة الأوضاع. يعني مثل هون صار في ظرف طارئ، ففيسبوك استفادت من صفحتها على تويتر لتوصل رسالة معينة. يعني كمان الشركة اللي حابة تقود بالمستقبل هي الشركة اللي بتستفيد من التكنولوجيا ومن التطورات اللي عم بتصير ومن قوة المنافسين لا توصل يعني خدمات أفضل للمستخدمين. نعم. طيب في حنتكلم عن الاستثمار في مجال الإعلانات في المواقع الإلكترونية، أيهما أفضل أم في المواقع التقليدية؟ يعني ما فينا نقول شيء أفضل من الثاني. طبعا الطرق التقليدية هي كانت يعني متواجدة لسنوات كتير طويلة، إن كان الإذاعة، التلفزيون، الجرايد، المجلات، وحتى الإعلانات اللوحية. ولكن مع تقدم الوقت عم نلاحظ إنه الإعلانات على المواقع الإلكترونية عم تاخد نسبة من الإعلانات من قدام المواقع التقليدية. نعم. وبحسب آخر دراسة اللي انعملت لأجريت بآخر 2017 تبين أنه في نسبة 41% انفاق على سوق الإعلان الإلكتروني أو ما يعادل 209 بليون دولار على. يعني إيش معنى كلمة سوق الإنفاق؟ يعني إجمال الإعلانات اللي بتنصرف من قبل المنتجات أو نعم. المعلنين على كافة يعني على المنصات. نعم. فتبين مثل ما قلت لك إنه في 41% على المنصات الرقمية، وفي 35% أو ما يعادل 178 بليون دولار انصرف على التلفزيون فقط. ولكن من المتوقع إنه بختام يعني بنهاية العام 2020 يصير في إنفاق بالتساوي بين كل المواقع التقليدية اللي ذكرتها، تلفزيون، إذاعة، راديو، اللوحات الإعلانية،
50% بالتساوي مع المواقع الإلكترونية. يعني بنلاحظ إنه في تطور كتير كبير لصالح المواقع الإلكترونية، ولكن هيدا ما بيخفى على أحد إنه في صعوبات، في تحديات بتواجه المنصتين. يعني بالمواقع الإلكترونية في صعوبات بالتسويق، لأنه الناس بعدها مش متعودة ومش مأمنة إنها تعطي بياناتها الخاصة فيها، مثل ما ذكرنا الاسم أو حتى البطاقة الائتمانية أو كل التفاصيل اللي علاقة بحياتها مع المواقع الإلكترونية. طبعا في كمان اللي هي البنية التحتية تبع الموقع الإلكتروني نفسه وتحديثه ومواكبة العصر، هذا كمان تحدي كتير كبير لأنه بكلف المستثمرين مبالغ كتير كبيرة. خلينا نذكر على الطرف الثاني شو التحديات اللي بتواجه مثلا التلفزيون. صار في عنا كمان اللي هو الفي او دي أو الفيديو اون ديماند، كمان انتوا قاعد ببيتك ممكن تحصل على اي محتوى بالوقت اللي بناسبك. هيدا كمان بشكل صعوبات تجاه يعني المحتوى التلفزيون اللي بقدمه. الاذاعه كمان صار في عندك التطبيقات اللي ممكن تقدم لك الموسيقى او ممكن تقدم لك الاخبار، حتى يعني الجرايد والمجلات انت عم تاخذ الاخبار كلها اول باول من مواقع التواصل الاجتماعي او من الويب سايت. ففي تحديات عم بتواجه المنصتين، ولكن انا رايي هون انه الاتجاه رايح يعني لصالح المواقع الالكترونيه، لانه باخر حسب اخر دراسه في 50% من سكان العالم مستخدمين للانترنت. فاذا بنعتبر انه 3.77 مليار شخص عم يستخدموا الانترنت، وهون المستثمرين استفادوا فقط ب 5% من اجمالي هيدا الرقم، فهيدا بحقق لهم ارباح كثير طائله لهم. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن الفيديو او البرومو تبع فيلم لاين كينج، حصل على 40 مليون مشاهده. نعم. معانا الفيديو، خلينا نعرضه. The sun will set on my time here. طيب يعني دحين هذا الفيلم اللي حصل على 40 مليون مشاهدة، إيش السبب؟ السبب أول شيء هيدا البرومو أو التريلر تم عرضه على القناة الخاصة بوالت ديزني الشركة المنتجة يوم 22 نوفمبر، يعني من حوالي 5 أيام فقط حصل على 40 مليون مشاهدة. أنا مبارح أنا بحضر الحلقة دخلت على اليوتيوب وشفت هيدا التريلر، وكان فقط حصل على 34 أو 35 مليون مشاهدة، يعني بالنهار الواحد عم بزيد بنسبة يعني 4 مليون أو 5 مليون. طبعا لأنه هيدا في النسخة الأولية اللي تم عرضها بالعام 1994 من حوالي 24 سنة واللي لقيت نجاح كتير كبير، طبعا غير يعني الشخصيات تبع ديزني اللي تعودنا عليها اللي حبيناها، سيمبا بصوت دونالد جلوفر ونالا بصوت النجمة العالمية بيونسي. نعم. فطبعا في تفاعل كتير كبير من الجمهور، وهون أهمية المحتوى اللي حكينا عنه المرة الماضية إنه هو اللي بيجذب الأنظار واللي بيجذب الاهتمام تبع الجمهور. طبعا هيدا الفيلم متوقع عرضه يوم 19 يوليو 2019 العام المقبل، ولكن طبعا كلنا بانتظاره ومتوقعين يعني يحقق نجاحات كتير كبيرة. نعم. على شباك التذاكر. نعم، احنا كتير نشكر حضورك ونشكرك على المعلومات اللي عطيتنا. شكرا عبيد.